النرجسي دايما خايف انه يفقدك او انك تضيع منه لو اعتبرك انك مصدر لامداده والكلام ده ممكن تلاقيه من صديق او قريب او زميل او حد مرتبط بيه بعلاقة عاطفية بيستغل النرجسي كل العلاقات دي علشان يستفيد منك ويحصل منك او من العلاقة دي على اللي هو عايزه منك لما بتكون متعرض للإساءة النرجسية وبتحاول تترك العلاقة النرجسية مش هيسمح لك ابدا النرجسي بكده بسهولة ولكن هيستمر في محاولاته لاعادتك للعلاقة مرة تانية لان النرجسي ما بيقدرش يعيش من غير مصدر امداد وما بيقدرش ينفذ مخططاته بدون ما يكون في شخص يتلاعب بيه ويسئله ويخدعه ويؤذيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مع حلقة جديدة وفيديو جديد عن النرجسية إذا كنت مهتم بموضوعاتنا عن النرجسية ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل حلقاتنا الجاية لو افترضنا أنك خارج من علاقة نرجسية أو صداقة مثلا يبقى لازم تكون متوقع دايما أن النرجسي هيطردك باستمرار لانه عمره ما هيحترم قرار الانفصال اللي انت اخدته ده ابدا مش هيسيبك ابدا في راحة بال ولكن محاولات مستمرة في محاولات انه يتصالح معاك مرة تانية علشان يرجعك للعلاقة علشان كده لازم تكون عارف الحاجات اللي لازم تعملها لما النرجسي يطلب منك انك ترجع للعلاقة مرة تانية اول حاجة لازم تعملها انك تضع حدود قوية لنفسك النرجسي دايما بيستهدف الضحايا الضعفاء اللي ما يقدروش يعملوا حدود للتعامل علشان لما بيكون الضحيه بالشكل ده بيكون من السهل على النرجسي انه يسيء لها او يأذيها علشان كده بعد ما بتقرر تنفصل عن النرجسي لازم تحط لنفسك حدود قويه جدا علشان تمنع النرجسي انه يخترق حياتك ويفرض نفسه عليك مره تانية لازم تامن نفسك كويس جدا وتعمل كل حاجه ضروريه تخلي النرجسي يعجز عن دخول حياتك او انه ياثر عليك علشان يرجعك او يرجعك يرجعك بيها تاني للعلاقه مره تانية الحاجة الثانية اللي لازم تعملها انك لازم تكون حازم جدا في قرارك لما بتاخد قرار بالانفصال لازم تكون متأكد انك فعلا عايز تترك العلاقة المسيئة دي وما تتراجعش ابدا عنه لو قررت لان النرجسي هيعمل كل ما هو ممكن لاعادتك مرة تانية وبالتالي تكرار الاساءة اللي انت هربت منها قبل كده هيستخدم معاك كل الحيل والاساليب اللي هيخدعك بيها زي الاغراق في الحب مرة تانية او الاعتذارات الوهمية اي حاجه هو شايف انها ممكن تنفع وتجيب نتيجه معاك هيعملها معاك واوعى تنسى ابدا ان النرجسي استاذ تلاعب وكذب وبيعرف كويس جدا يتلاعب بالكلام والحجج وعنده القدره انه يقنعك انه المره دي صادق جدا في كلامه علشان تصدقه لكن صدقني لو صدقته المره دي وقدر يخدعك ويرجعك للعلاقه مره تانية انت هتبدا مرحله جديده من المعاناه بشكل صعب جدا الحاجه الثالثه انك لازم ترفض وبشده كل محاولات الاغراق العاطفي والاهتمام اللي هيوهمك بيها. هدف النرجسي المره دي استعادتك بالحب والاهتمام والاعتذارات الكذابه واللي مش هينفذ منها حرف واحد. من الممكن جدا ان النرجسي اثناء اعتذاره ليك يبكي علشان يستغل تعاطفك معاه، وهو في الاساس بيخدعك وكل هدفه هو انك تقع في الفخ وتقبل العوده للعلاقه مره تانية بمجرد ما تصدق النرجسي هيبدا يكرر نفس اخطائه اللي فاتت معاك. الموضوع ده كل يوم هيكون فيه اسوء. هحط في اعتبارك جدا ان النرجسي مش هيتنازل عنك بسهوله وهيعمل المستحيل علشان يضمن استمرار حصوله على الامداد منك. لازم تكون متاكد ان النرجسي ده اللي اساء ليك وانت وانتوا في العلاقه مع بعض ما يستحقش ابدا انك تفكر ولو لحظه في الرجوع له مره ثانيه. الحاجه الرابعه اللي لازم تعملها انك تفكر كويس جدا في عواقب رجوعك للعلاقه مره ثانيه. لو كلام النرجسي واعتذاراته المره دي حسيتها مقنعه وان من الممكن انه يكون صادق في كلامه ووعوده يبقى لازم تفكر كويس جدا في عواقب قبولك للعودة للعلاقة دي مرة تانية ولازم تفكر كمان في اذا كنت عندك استعداد انك تعيش الاساءة اللي انت عشتها دي مرة تانية ولا لا لازم تدي لنفسك الاولوية في قبول العودة للعلاقة مرة تانية ولازم تفكر كمان في الحاجات اللي هيعملها معاك النرجسي مرة تانية واللي بكل تأكيد هيكررها معاك لو رجعت له تاني اما الحاجة رقم خمسة واللي ضروري تعملها قبل التفكير في العودة للعلاقة النرجسية مرة تانية إنك تواجه النرجسي بنواياه الحقيقية ناحيتك بعد كل الصدمات والألم والجروح اللي تعرضت لها بسبب سوء المعاملة من النرجسي لازم تواجه النرجسي ده وتسأله عن نيته الحقيقية ناحيتك وإنك مستحيل تقبل العودة مرة تانية بعد الأضرار اللي أصابتك بسبب العلاقة معاه شجعتك وصراحتك وإنت بتعمل الخطوة دي هتثبت للنرجسي إنك مش شخص ساذج وإنك خلاص فهمته وعرفته على حقيقته، وللاسف يا جماعه معروف ان النرجسي ما بيقبلش المواجهات اللي من النوع ده، ويا اما هيغير الموضوع او انه هيرميه عليك بالكامل. لان النرجسي خبير في الكذب وتغيير الحقيقه. حاول تلاحظ النرجسي في الوقت ده، وتلاحظ طريقته في الهروب من المواجهه والاجابه على السؤال ده، وانت تعرف انه بالفعل شخص لا يستحق انك تفكر وترجع له مره تانية من اصعب الحاجات على النرجسي انه يتواجه بحقيقته او حقيقه نواياه، او انه ينكشف كل اللي بيخطط له قدام الضحيه. بكل تاكيد النرجسي هيتجنب انه يجاوبك على سؤالك ده واعتقد انك عارف كويس دلوقتي الاجابه. لما بتواجه النرجسي بنواياه الحقيقيه هياخدها على انها هجوم منك وتشكيك في صدقه وسلامه نيته ونزاهته المزيفين لانه في الحاله دي هيكون في وضع دفاعي عن نواياه ومخططاته اللي انت عرفتها وفهمتها عنه. هتلاحظ كتير جدا وكويس جدا ان النرجسي بيتجنب يبص في عينيك وهتحس ان نبرة صوته بتتغير في المواجهة دي ولازم تخلي بالك جدا في الوقت ده من العلامات اللي بتبان عليه لان لغة جسده بتكون شكل تاني خالص وبتقدر تعرف في الوقت ده ايه اللي بيدور في عقل النرجسي اما الحاجة رقم ستة اللي لازم تعملها لما النرجسي يطلب منك العودة للعلاقة انك تعدله كل الاخطاء والاساءات اللي ارتكبها في حقك النرجسي بيكره جدا انك تذكر له سلوكياته وتصرفاته المسيئه اللي عملها ضدك لان ده بيمس غروره لان هو مش بيحب حد ينتقد كلامه او تصرفاته باي شكل لانه دايما حاسس انه صح وانه ما بيغلطش ابدا لما نرجسي بيطلب منك العودة للعلاقة وانت بتبدأ تقوله على اللي عمله معاك وتعدله كل إساءاته واخطائه في حقك انت كده وبالطريقة دي بتقول له ازاي بعد كل ده جاي تقنعني اني اوافق ان ارجع للعلاقة اللي أذتني وأسأتلي فيها بالشكل ده وكمان هتقول له على احتماليه تكرار الاخطاء دي كمان وانك مش مأمن له ابدا، بالطريقه دي النرجسي هيصاب بالجنون وهيرتبك جدا ويغضب منك قوي لان انت كده دوست على غروره المتضخم جدا. اما الحاجه السابعه اللي تعملها لما النرجسي يطلب منك ترجع للعلاقه انك من الممكن انك تسامح في اللي حصل ولكن اوعى ترجع للعلاقه مره ثانيه. لما النرجسي بيوصله انك سمحته على اللي عمله فيك مع رفضك التام لعودتك له مرة تانية بيفقد الامل في عودتك لان بيكون فهم انك خلاص وصلت لاقتناع كامل بان العلاقة دي مسيئة وما ينفعش الاستمرار فيها تاني حتى لو سمحته على اللي عمله فيك بيعرف انك لما بتسامحه مش بيكون حب فيه او تعاطف معاه ولكن انت بتعمل كده لمصلحة نفسك انت وسلامك النفسي لما بتسامح النرجسي ده مش معناه انك ممكن تتقبل العودة له ولكن ده ممكن يكون معناه انتهاء العلاقة بالفعل وللأبد وإنك تبدأ من جديد حياة جديدة علشان كده المسامحة مش معناها العودة أبدا الحاجة رقم 8 يا جماعة إنك تعرف أو تعرف النرجسي إنك بقيت أفضل من غيره علشان النرجسي بيتلاعب بالإساءة والاستغلال لازم إنك تعيش حياتك بأفضل شكل من غير وجوده فيها لما النرجسي بيطلب منك ترجع له مرة تانية لازم تقول له مباشرة كده إنك حاسس إنك بقيت بتتحسن وإنك أفضل من غيره، أو من ساعة ما تركت العلاقة وإنت حاسس إنك أفضل. أفضل انتقام ممكن تعمله في النرجسي إنك تظهر إنك سعيد جدا في حياتك بعد إنهاء العلاقة وإنك بتعمل كل يوم حاجة مفيدة لك وإنك بتتقدم بشكل ممتاز في بعدك عنه. أما الحاجة رقم تسعة يا جماعة وإنك تختار نفسك وما تفكرش غير في نفسك. بعد ما مريت بمرحلة مؤلمة من الإساءة والألم مع النرجسي فمن حقك دلوقتي إنك تقرر تختار نفسك وتخليها رقم واحد وما ولا تلعب بصحتك النفسية والعقلية مع شخص نرجسي مسيء لما بتبدأ تفضل نفسك وتخليها في الأولويات الحقيقية ده مش أنانية منك أبداً لكن إنت بتحط لنفسك قواعد وحدود صحية لحياتك الجديدة وكمان بتعمل لنفسك قيمة تستحقها واللي النرجسي عمره ما اعترف بقيمتك دي ابدا ولا عمره هيعترف ولا اعترف بيها اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الحلقه دي يا جماعه وما اكونش طولت عليكم وان شاء الله نتقابل الحلقه الجايه مع موضوع جديد عن النرجسيه شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته